السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد. خاطري من الإمارة والحمد العصفير. تعالوا نشوف الحاجات الحلوة النهاردة والمفاجآت. ما شاء الله تبارك الله، ده الفيديو اللي احنا كنا مصورينه امبارح، وكانت النتاية عليها بيضة. ادي النتاية اهي، ونفس الشكل ونفس الحجم ونفس تنزيلة الجناحات، عليها البيضة التانية. ما شاء الله حطت البيضة الأولى اهي، وبتبتدي تلم القش اهي عشان يبتدوا يحضنوا ويبتدوا ايه يرقدوا عليه اهو. الحمد لله ما بنقولش حاجه غلط، وما شاء الله اللي احنا قلناه او بننفذه هو وعمله. ما شاء الله كان عليها امبارح، كان كسر عليها، وكان في الفيديو كمان كانت باينه التكسيره. ما بصور القفص التاني كنت بصورهم بيكسروا على بعض. ما شاء الله دلوقتي بضت البيضه وبيلموا القش، وتمام التمام مفيش اي مشاكل فيها. ادي اول بيضه اهي ما شاء الله، هتبتدي بقى تحضن وتعمل الداير بتاعها، بحيث ان انا ايه بحس ان هي ايه تقوم جايه ايه راقده عليها. انا بقى اعمل ايه اما باضت كده؟ طبعا المكان ده مش عاجبنا نقله، لا غلط. امسك البيضه كل شويه امسكها ابص فيها، لا غلط. كل شويه اقوم من على البيضه ابص فيها، لا غلط. الحاجات اللي احنا طبعا متعودين عليها الصح اللي انا شفناها باضت خلاص، حطينا لها قش تاني ماشي مفيش مشاكل. طمنا اللي هي باضت البيضه الاولى تمام ما فيهاش كسر ماشي، البيضه التانية باضتها ما فيهاش كسر ماشي. يبقى نسيبها بقى براحتها لحد ما ايه تطلع ان شاء الله. عايز برضك بعد 10 أيام تبتدي تكشف على البيضة مفيش أي مشكلة. بص تلاقيها مثلا رايقين الاتنين واحدة وواحدة، الاتنين فيهم زغاليل غمقوا معرقين دم، كل الحاجات دي تمام خلاص سيبها بعد 10 أيام. غير كده بقى لو رايقين لا ترميهم وتحط تبتدي تسيبهم ايه، تشوفوا بقى المشكلة في الذكر. تبتدي اذا كانت جربتوا بطن او اتنين رايقين ماشي تغيروا، ملقتش كان مثلا بطن وبطن مفيش اي مشاكل تجربوا تاني، تبتدي بالعلاج بعد البطن التانية في الروقان بتاعه. طبعا ما شاء الله الحمد لله، ادي اول جوز بيض اهو، هجوز البيضة التانية ان شاء الله بامر الله بكرة برضك هنصورها مع بعض. نشوف المفاجأة التانية، اليمامة دي طبعا ما شاء الله مطلعة او الزغلول. هتقول عرفت ازاي؟ لسه وانا بحط لهم القلفة اهي بكلفهم من شوية، لقيتها ما شاء الله قشرة البيضة في مسقة المية. ادي اول زغلول طالع، وادي البيضة التانية ايه نقرة ما شاء الله تبارك الله. ده لسه يمكن طالع قول من ساعة كده عشان لسه بينشف من عرق البيضة اهو. ما شاء الله تبارك الله اهو، ادي الزغلول اهو. طبعا هنعمل ايه؟ طبعا بنطمن على الزغلول لما يطلع والزغلول التاني، وبعد كده نسيبهم برضك براحتهم، ما نمسكهمش كل شويه، ما نقومش نتامن عليهم كل شويه، ما نقلقهاش. وادي الكلفه قدام ميه بزياده، بيبتدوا ياكلوا ويأكلوا الزغلول، ويبتدوا ياكلوا هما بعد كده، بحيث ان احنا ما نقلقش الكلفه عشان ما يضعفوش طبعا، وبياكلوا الزغلول عشان تلاقي بعد كده انتاج. ما شاء الله تبارك الله، الزغلولين اللي تحتهم هم شدوا حيلهم شويه ويبتدوا يقربوا على الاكل اهو اهو. ما شاء الله تبارك الله، برضك طالعين شربهم امهم ومسحتهم كويسه، والزغلولين قد بعض. وادي الزغلول ده بيبتدي ياكل لوحده اهو. طبعا مش هستعجل على نقله عشان لسه برضك بطش لسه صغير، ينشف بس شويه وابتدي ايه انقله. دول برضك ما شاء الله تبارك الله، الزغلول بدأت تنشف اهي، بس لسه برضك في سن الاحمر. وده عينه كده خفت اهي ما شاء الله، اللي كنا مصورين فيها فيديو قبل كده وكانت عينه وجعاه، الحمد لله ما شاء الله عينه تمام، بس الناحية التانية يعني. دول طبعا لسه النقل عليهم شوية، لسه باتش لسه صغيرين مش شداد قوي عشان ما استعجلش عليهم في الساعة دي. طبعا هما بياكلوا لوحدهم وابوهم وامهم برضك بيأكلوهم، ما استعجلش عليهم لحد ما ايه ينشفوا شويه وكده، ابتدي ايه انقل فيهم وانقلهم في قفص، يا اما في قفص لوحدهم يا اما ايه في نفس المستوى بتاعهم، عشان ما احطهمش مثلا مع جوز شغال مع شباب قافله، كل ده هتلاقيهم زموا عليهم مثلا ضربوهم او قعدوا يضربوا فيهم لحد ممكن يتعوروا وممكن لا قدر الله يموتوا، فاحنا في غنى عن الحاجات دي كلها. اهو بنقرهم بيبتدوا بالدوره العويجه، هما صغيرين كده ممكن ياكلوا ايه اكل عصافير، دور عويجة، قمح، مثلا لو في علف كده مطحون كده بيبتدوا ينقروا فيه، الحاجات الصغيرة كلها بحيث ان هما ايه بيبتدوا لسه ايه في التنقيل. والدكر ده كان هيكسر على النتاية اهو برضك، بس عايزين يتفصلوا لوحدهم.
ده طبعا موسم التزاوج يا جماعة، موسم الشتاء ده بيبقى موسم التزاوج، كل النوتة بتبقى زايفة وكل الدكورة بيبقوا زايفين. انت حاول بقدر المستطاع ان انت توفق اجواز في فصل الشتاء ده في كل الصيف، طبعا بيبقى مسميه كل الموسم. بص يا جماعة، اما تكون النتيجة عليها بيضة زي وريتها لكم امبارح، تبقى معدتها نازلة كده وما شاء الله واكلة، جناحاتها بتبقى نازلة اهي، وظهرها عند ثبت ظهرها في الاخر كده بتبقى ايه عالية شوية، دي بتبقى عليها يا اما بيضة لسه طرية بتتكسر عليها، يا اما بيضة ناشفة تبقى ايه بيضاء. وطبعا بيجهزوا العش اهو بحيث ان هما ايه يلفوا الداير بتاع العش بتاعهم ويظبطوا حوالين البيضة لحد ما ايه تبيض البيضة التانية وتبتدي ايه ترقد. واحد برضه كان سألني سؤال بيقول لفة العش عندي وقاعدة مش عايزة تبيض خالص، كل شوية تلف العش وتفركشه وتقعد، تلف العش وتفركشه وتقعد، دي بيبقى فيها سببين او ثلاثة بالكتير. اول سبب ممكن تكون لسه ايه شابة ما جهزتش، ممكن تكون بتجهز عنقود البيض، ممكن تكون دي لا قدر الله دي تكون ايه قطع بيض تبقى مثلا عجوزة او كبيرة او هي سنت ما فيش منها رغل اللي هي ايه التبيض، تبقى اسمها عطال اللي انت ممكن تحضن تحتها اي بيض تلاقيها رقدت عليه عامله زي الحمام بالظبط. هتقول لي يمام؟ اه واليمام برضه. طبعا هي باظت هنا يا جماعه، ما يعني ايه في اي مكان بعيد وزيد في الحوار ده بالذات، سيبها في مكانها اوعى إيه تنقلها في اي مكان تاني، هي باظت هنا هتستريح وهتلاقي منها انتاج في المكان ده. طبعا الجوز اللي لسه مطلع ده برضك، انت لو عايز مثلا تلاقي الزغليل بصحة كويسة وكده، في إضافة كده مع الكلفة فلارس بلكم بتاع أكل العصافير، فلارس بتاعة العصافير برضك، دي هتلاقوهم برضك إيه بيعملوا زغلول صحة كويسة وبيدفيهم في الشتاء وكده، فيها سرعات حرارية البلكم والفلارس مع الكلفة طبعا، هي كلها برضك بروتينات. الذرة الصفراء والذرة الرويجة والقمح والبسلة والعلف والعدس وبعض يعني الذرة والحاجات زي كده، دي بتبقى مليانة برضك ايه بروتينات وحاجات وإفادة ليهم. لو محدش عايز يجيب برضك مش مشكلة. في ناس برضك واحد كان بيسألني ينفع أحط عيش مبلول؟ كلفة غليت ينفع أحط عيش مبلول؟ بنفس الكلمة كده، كلفة غليت أحط عيش مبلول؟ قلت له مفيش أي مشاكل بس مش باستمرار، يعني يوم عيش مبلول يوم خلفة يوم عيش مبلول يوم خلفة يومين عيش مبلول يوم خلفة، الحاجات دي كلها برضك ايه كويسة ما فيهاش اي مشاكل فيهم مش هتلاقيهم. لكن انت ما تثبتش على اكل معين او حاجة معينة، بحيث ان انت مثلا ايه حطيت لهم مثلا عيش مبلول النهاردة اقول اقضيها بقى الاسبوع ده كله ايه عيش مبلول، لا ما ينفعش كده برضك، العيش برضك بيسمن وكده بلاش نكتر منه. يعني عايز تاكلهم عيش مبلول باستمرار مفيش اي مشكله، وبرضك عشان ما الجوع ما ياكلوش عيش كتير وابتدي ايه يتلكموا وتلاقي معدتهم مثلا ايه حجرت كده والعيش برضك ممكن يضرهم، فبلاش يعني خفافي كده يوم ويوم يومين ويوم الحاجات دي. ويا سلام بقى الاحلى والاحلى اللي انت تنشف العيش ده وتكسره تخليه صغير خالص كده، بيبقى ليه إفادة أكتر من المبلول. المبلول مثلا ليه أضرار شوية اللي هو إيه بيبقى طري وكده يعطن ولا حاجة ويكبس المعدة، لكن العيش الناشف طبعا حلو ليهم وحلو لمعدتهم، بيبقى خفيف على المعدة مش زي العيش المبلول بيبقى تقيل. وطبعا أول ما تعطروا مثلا العيش المبلول اللي يخلصوه تقوم جاي شايله على طول، عشان لما بيساب بيقفوا عليه ويكبسوه وساب يعملوا حمام عليه وبيعفن طبعا من الخميرة اللي فيه وما ينفعش ياكلوه. دول طبعا داخلين على شغل كده، الدكر هو بيحنن النتاية، ممكن ترمي لهم برضك قش وقعوا كله حط لهم قش تاني. والدكر زيف على النتاية التانية اهي، اخد الدكر ده احطه مع بقية الدكر اهو، احطه مع الدكر اللي مش عايز يعمل معايا انتاج خالص ده اهو، احط ده هنا نجرب بحيث ان احنا ايه
نجدد كده دم ونشوف الدكتور ده هيعمل ايه مع النتايج. انا غيرت كذا حاجة بصراحة لسه ما انتجوش معايا، فنجرب كده. يجي هنا يمكن ياخد له انتايه ونبتدي نظبط له انتايه كمان، مفيش مشكلة. متنسوش بقى اللايك والشير واشتراك في القناة ليوصل كل جديد. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.